أهلا أعزائي المشاهدين، أحييكم باسم الرب يسوع المسيح، وبصلي إنه سلسلة هذه الدراسة تعليم المسيح على الجبل، عظته الشهيرة على الجبل أيضا، إنه كانت سبب بركة لحياتك، وفي الحلقات القادمة تستمر تكون أيضا بركة لنفسك ولحياتك أيضا. اليوم رح أتكلم عن طوبة للمطرودين من أجل البر. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي، رح تكون سبب بركة لحياتكم. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع: طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم، ولاحظ هون الكلام بينتقل من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، بل افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات، هكذا فعلوا بالأنبياء من قبلكم. هذه الكلمات أحبائي ليست غريبة على الكنيسة. هون منتعلم من مصداقية المسيح وأمانة يسوع المسيح المطلقة، وطبعا صدق دعوة إنه ما تكلمش بشيء أولا لم يفعله، ما وعدش في الشيء اللي هي يعني طريق مفروشة بالورود، لكن اتكلم بكل صدق وبصراحة: إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من لا يكون لي تلميذا لا يستحقني، من لا يبغض حتى نفسه فطبعا لا يستحقني. فإذا منشوف آيات كثيرة أحبائي اللي المسيح بيطوب فيها المطرودين والمعيرين، واللي بيتكلموا علينا أو عليكم بكل كلمة شريرة، هكذا فعلوا بالأنبياء من قبلكم. فإذا موضوع الاضطهاد وموضوع الطرد، وهذا ليس حديثا بل بتشوفه في صفحات العهد القديم، ولا سيما أنبياء كثيرون اتألموا اتعذبوا وجدوا في السجن وقتلوا بسبب إيمانهم بالله، ولأنهم تكلموا كلام الحق كلام الصدق، وبخوا ملوك، تكلموا بكلمة الرب، هكذا يقول الرب. وهكذا أحبائي لم يستثنينا المسيح، بل قال: يا لسعادة، يا لهناء، يا لغبطة، يا لبركة، يا لغنى الشخص اللي بواجه الاضطهاد.